ترى رجعت على البيت. كاشي، ليش ساكت هيك؟ يعني شو بدك ياني اقول امي؟ ما عاد اقدر اشوف اختي بهالحالة هي. شو قصدك يا ابني؟ لا تكون بدك تبعت اختك على مشفى المجانين مثل ما قال الدكتور؟ لا كاشي، مستحيل يصير هيك طول ما انا عايشة. لا شبك امي، انا مستحيل اعمل هيك مع اختي. ما بنسى قديش ساعدتني ووقفت معي، لهيك ما رح اتركها لما صارت بحاجة لالي. مستحيل اني اتركها. ما فيني اقول غير الحمد لله على كل شيء. عم تهتم باختك وهي بالحالة، لولا مساعدتك شو كان صار فيها هلا؟ وشو كنت عملت لحالي انا؟ كيف كنت رح قوم فيها؟ الله يحمي لي اياك ابني. انا ما بتخلى عنكم امي، انا مسؤول عنك وعن اختي كمان.